اي تم تم حكومة تعليل عريض، حكومة الشبانة، حكومة الشبانة. اليوم ناس تدعي للانقلاب وللتحرير وقتل الناس واقتحام الولايات والمعتقلات، هو يقول من حاسبهم لازم الحكومة تفهم لازمها تحاسب كل اللي يقدم باش يقرب واللي باش يخرب واللي باش يفسد على كل اقتصاد البلاد. الناس في الاذاعات قناة الحوار التونسي بن حسين طار بن حسين يقول لازم قتل الاسلاميين، يقول فيها في الشارع هو يقول ما حاسبش. علاش تحاسبش؟ دعوات للعنف، دعوات للقتل، للسهم، هذا الكل على خاطر الاهفاوي. عليه نقتل الاهفاويين وسحل الاخوان نحطوهم في الشارع نقولوا فيهم في قناة الحوار التونسي. وانا اليوم حكومة ثورية، حكومة نقولوا عليها ما تحاسبش. دعاة انقلاب، دعاة انقلاب يلعبوا بالامن ويعلوا بالفتنة بالجيش. البارح يقولوا لازم قتل. يا تفهم انت، تفهم الناس اللي يحضر، الناس يدرسوا فيكم. لا بالجار شاب. على مشكلة ما حد واحد يعبر صح، مش شايف فلقت يا صاحبي، مش نورمال يا صاحبي. مش بيه لا يجب ما تعش انا تسمع التاريخ. حاسب الشعب قلبه تذكرين، الشعب قلب حاسب. هذه امانة، هذه امانة. الشعب قلب حاسب، حاسب انت المعذبة. كل بدأنا التقاتل وكل ما دفع في الليبل وكرش واحد مش يموت الكلاب من الأطراف الأمنية والعسكر وغيره. الخطاب الخلفي للحكومة لا يمثل ثورة ولا يمثل حجم الهبة الشعبية ولا يمثل جماهير وحشود الأحياء الشعبية اللي خرجت باش تناصر لإرادة وشرعية. هذا عار، عار على حكومة الثورة إنها ساعة ترمي ولادها ترمي ثوارها وتخذ المساندية. اليوم يجب أن تحاسب كل القوى والتيارات السياسية والقوى الاستخباراتية اللي دعت للانقلاب. لا يجب ان يمر مثل هذا الحدث ولولا انقلاب. لا يجب ان يمر مثل هذا الحدث هكذا. اللي صار اليوم واللي ارتكبوا علينا جريمة في حق الثورة، جريمة في حق المسار الديمقراطي والمسار الثوري. الناس اللي تنادي كل يوم بالانخفاض على السلطة واللي تنادي بالعنف والتخريب، اليوم علي العليم خرج يحكي بخطاب ابي الضاحي لن يتكلم عن محاسبة وعن تطهير قضاء ولا تطهير اعلام ولن يتحدث عن تحسين الثورة. فأين هذه الحكومة الثورية؟ كيفاش باش يساعدوكم غدوة؟ وكيفاش الشعب تشعب ويقف معاك؟ انقلابيين في باردو مسكرين كل الأماكن ومسكرين التيار ومسكرين كل المسار الاقتصادي والاجتماعي. وبعد يجي اليوم علينا عليك.